تقشير باحماض الفواكه، فانا جايه النهارده عشان اقول لكم فوائده وازاي بنعمله. لو راجعه من مصيف وبشرتي بتعاني من اسمرار او اثار التهاب الشمس، بشرتي ملتهبه، في غمقان، في تصبغات، بتعاني من اي حاجه، كلف، نمش، اثار حبوب، كل حاجات مستجده على بشرتك بسبب العوامل الخارجيه، الشمس وغيره، فبنلجا للتقشير عشان بشرتنا ترجع صافيه ونضره جدا، كمان يرجع تحفيز الكولاجين تاني لبشرتك فترجع نقيه وحلوه وبيور. طيب ازاي نستعمل التقشير؟ اولا اي تقشير في الدنيا لازم نستعمله طريقه امنه جدا. اخف نسبه هنا 20% ودي بنستعملها للوش وللرقبه. فبنعمل ايه بقى؟ بنجيب قطنه ونحط فيها نقطه صغيره جدا، بنمشي في اتجاه واحد فقط، مش رايح جاي، لا في اتجاه واحد بس، بنعمله 3 ايام ورا بعض، مره الصبح ومره بالليل. لو حسيتي ان وشك ملتهب جدا ومش قادر يستحمله تغسلي وشك فورا وما تعنديش وتقولي لا هستحمله، لا اغسلي وشك ومشي تلج عليه تمام وهيقشر عادي. اول ما هتحطيه هتحسي بالتهاب بسيط جدا، بعدها ب 10 دقايق هتحطي فيوسيدين، بس كده، مره الصبح ومره بالليل. هنعمل الكلام ده 3 ايام ورا بعض، بعد كده هتلاقي بشرتك بدأت تقشر. مش لازم نمسك القشر واحنا اللي نوقعه، مش لازم احنا اللي نقشر خالص، هو هيقشر لوحده، نسيبه القشر يقع لوحده والبشرة تقشر لوحدها، هتتشال الطبقة كلها، هتلاقي بشرتك رجعت احلى من الاول. كمان هو استعماله امن جدا لو استعملناه صح، وهيدينا نتائج حلوة جدا. ممكن تعمليه مرة كل شهر عادي جدا. تقدري كمان تستعمليه للكوع والركب والمناطق الحساسة. اهم حاجة يا بنات ان احنا نستعمله بطريقة صح، نتائجه اصلا خطيرة.